بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح كل ما هو جميل ورائع على هذه الحياة، وأنتم تقضونها أساسا في كل رضا وأمل وتفاؤل بمشيئة الله تعالى، بعيد عن التشاؤمية والأشياء السوداوية. يا رب العالمين يكون يومكم حامل لكم صدف جميلة مثل ما دائما تقول حوراء، ويوم إن شاء الله تعالى حامل لكم كل الخير. فصباح الخير لكم ولكل من يشاهدنا، صباح الخير أيضا لهؤلاء ما شاء الله طاقم العمل المجدين المجتهدين، سواء المصورين أو أيضا المصورات، ومن أيضا خلف الكواليس في غرفة الكنترول، جميعا لهم كل التحية. والتحية أكيد أيضا لضيوفنا الأكارم، نوجه لهم كل التحية والتقدير. وصباح الخير أيضا للمتألقة دائما زميلتي حوراء، صباح الخير. سلام، صباحك جميل. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله. صباح الخيرات لكم مشاهدينا الأحبة، في بداية جديدة مزهرة إن شاء الله بالخير والسعادة. نرحب بكم من جديد في قهوة الصباح وفي هذه الإطلالة الجديدة وفي هذه أيضا النافذة الصباحية، مساحات متنوعة من المحطات والفقرات. نتمنى بالفعل أن تأخذوا برفقتنا أوقات سعيدة وماتعة من خلال كل الأطروحات اللي راح نطرحها لكم بإذن الله في هذا الصباح السعيد. هذه كل المنى مشاهدين الكرام، ومباشرة على الشاشة أبرز محطات برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. أولى محطاتنا مشاهدينا الأحبة رح نتعرف، أو موضوعنا رح يكون عن مهارات التواصل الفعال لعلاقات قوية وناجحة. في فقرة الصحافة وأبرز العناوين والأخبار الصادرة في جريدتي عمان والوطن، وأيضا محطة أنا بسبقك هالمرة يا حوراء، محطة أيضا أخرى قادمة ستكون مشاهدينا الكرام، وحملة أنير عتمتهم للتبرع بالدم. وفقرتنا الثالثة ستكون مع موضوع إبداعات تصاميم الحدائق. ومسك الختام مع شركة طلح الطلابية. هذه كل المحطات اللي اختمها لكم مشاهدينا الأحبة. اليوم تاريخ 20 مارس، يقول لك هذا اليوم هو يوم السعادة العالمي، فنتمنى السعادة للجميع. كونوا دائما سعداء، لأن أساسا السعادة معدية. السعادة معدية، حبيت هالمصطلح صراحة. يعني أنا في حاجة، يعني دائما العبارة اللي كنا نكررها دائما في برنامجنا، أنه كل شيء ينقص إذا تقاسمته مع شخصين، إلا السعادة فإنها تزداد كلما تقاسمتها وتشاركتها مع الآخرين. الواحد سبحان الله يحب دائما تكون مفاجآت وأشياءات منعزلة وبشكل مفرد، ما أعرف ليش ما يحب يشارك الناس فيها. صحيح، يعني سيف ممكن ما تكون كل أيامنا جيدة وجميلة وممكن فيها نوع من السعادة بالفعل، لكن ممكن كل يوم نحن نعيشه يحصل ممكن ولو موقف بسيط يخلينا كذا نكون سعيدين وأيضا مبتسمين. فالرضا دائما يخلق فينا نوع من السعادة. نعم، والواحد قدر الإمكان يحاول أنه فعلا يعني يصنع الأشياء الجميلة اللي تخليه فعلا يكون سعيد. إحنا بما أنك ذكرتي يعني أحيانا المزاج يتعكر وأحيانا يكون صافي والأمور طيبة، اليوم إحنا ما عندنا موضوع يعني اللي هو مهارات التواصل الفعال لعلاقات قوية وناجحة، وعندنا استشارية نفسية تخصص اضطرابات المزاج والقلق، فإحنا من خلالها راح نتعرف على كيف إنه فعلا نحسن من مزاجنا. إذا كنا متضايقين متكدرين شوية نصير في قمة سعادتنا وانبساطنا. فأقول شكرا لكل الأشخاص اللي حولنا اللي دايما يخلونا كذا مبتسمين وسعيدين. ممكن طوال يلعب دور كبير في هالناحية جدا، كلمة واحدة، ابتسامة، زميلك تحصله الصباح وهو عبوس سبحان الله طول يهديك مثل ما ذكرت. صحيح والله، السعادة معدية جدا. عموما مشاهدينا نتمنى لكم إن شاء الله السعادة، وإن شاء الله تتيسر كل أموركم بإذن الله. الحين نروح نشوف حالة الطقس وبعدها إن شاء الله راح نتواصل معكم، كونوا معنا. We'll be right back.
طيب الله أيامكم مشاهدينا الكرام، وإلى فقرة الصحافة في جريدة عمان. ابتداءتنا منصة مستقبلي تفوز بالمركز الأول في مسابقة الإبداع الرقمي. تكريم 10 مشاريع فائزة في الدورة الثالثة لجائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه. ومشروع لتوظيف الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الثدي في 5 مستشفيات بالسلطنة. هذه كانت أبرز العناوين في جريدة عمان. أما في جريدة الوطن فقد اخترنا لكم: أكثر من 79 مليون برميل حصة أوربيك من الإنتاج النفطي للسلطنة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 31%. أوبرا لاكميه إنتاج عالمي جديد لدار الأوبرا السلطانية مسقط. ووزير النفط والغاز يرعى المباراة النهائية لمسابقة كأس جلالته لكرة القدم. إذن هذه أبرز العناوين الصادرة في جريدتي عمان والوطن. إلى فاصل قصير بعده مباشرة ننتقل بكم إلى أولى الوقفات الحوارية في برنامجنا لهذا اليوم، وأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
عمان الجميلة مشاهدينا الأحبة، ونحن نتواصل معكم في قهوة الصباح ومحطتنا الحوارية الأولى إن شاء الله راح تكون عن مهارات التواصل الفعال لعلاقات قوية وناجحة. في مرة حسيت أنك أنت تريد تقوي هذه المهارة، مهارة التواصل مع الآخرين؟ أعتقد أن الواحد قدر الإمكان لازم يغير ويفكر ويبحث عن تقنيات جديدة بحيث أنه تكون فعلا تواصله مع الآخرين تواصل بالخير وفعال ويزيد من مهاراتك وقدراتك في مختلف الجوانب. نعم. أما أنك تظل بروحك ويالس كذا ما تسوي أي شيء، ما تسعى، أعتقد ما راح تسوي أبدا شيء. نعم، يعني بما أنك أنت أيضا مذيع، كيف المخرج ناس الكلمة اللي قلتيها، فشيء طبيعي من أهم عوامل يعني أنك أنت تكون مذيع ناجح أن تكون عندك بالفعل مهارة التواصل مع الآخرين مثل ما نحن نقابل الآن ضيوفنا. ورح نعرف أساسا الفرق ما بين اللي ذكرتيه وما بين أيضا الشخصية الكاريزماتية. بالضبط. نعم. كل هذه إن شاء الله راح تكون مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة آمال بنت عبد الله أنبو سعيدية، استشارية نفسية تخصص اضطرابات المزاج والقلق. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بكم، وصباحك إن شاء الله دائما يكون بسعادة وفرح. صباح الرضا، صباح السعادة، وهل هذا الفريق السعيد الجميل. تسلمين ودومين يا دكتورة، وإحنا سعداء أيضا بوجودك اليوم معنا في برنامجنا. اليوم نتكلم عن مهارات التواصل الفعال، يعني قبل لا نبحث عن الطرق وعن التقنيات وعن الحلول أساسا في كيفية تنمية هذا الجانب من جوانب حياتنا، جميل أن نعرج ونعرف للمشاهدين الكرام ما المقصود أساسا بمهارات التواصل الفعال. سؤال جدا جميل. لما نجي نقول التواصل هي كلمة مختلفة تماما عن التواصل الفاعل، يعني التواصل يحدث لو في شخصين في أي مكان وهم على دراية بوجود بعضهم البعض في هذا المكان، سواء تحدثوا مع بعض أو لم يتحدثوا، قاموا بأي بادرة تخبر الطرف الآخر أني ودي أتواصل معك، هنا حدث التواصل. لو أعرضت عن التواصل معي أنت أخبرتني أنك لا تريد أن تتواصل معي. لو أنت استخدمت الكمبيوتر وأنا موجود معك في الغرفة أنت ترسل لي رسالة بأنك أنت مشغول. لكن لما نجي نتكلم عن التواصل الفاعل يعني هي خطوة أو خلينا نقول مجموعة من الخطوات اللي إحنا نقوم بها بوعي تام عشان تواصلي معك أو مع أي إنسان آخر. جميل. إنه يكون يحقق كل غاية أتمناها أنا من هذا التواصل وتتمناها أنت من هذا التواصل. نعم. لو كنت أنا أرغب في توصيل فكرة، لو كنت أرغب في مشاركة مشاعر، لو كنت أرغب في الوصول إلى هدف يتحقق بدون خسائر أو على الأقل بأقل الخسائر. طيب ما الفرق بينه وما بين أيضا مصطلح آخر قرين به وهو الحوار مثلا؟ صحيح. أو الحوار البناء. صحيح. الحوار طبعا واحدة من طرق التواصل. يعني أنا ممكن أتواصل معك برسالة نصية أو بإيميل، بينما لما أحاورك حوار مباشر بمناقشة موضوع أو قضية ما. بالضبط. فهذا نوع من التواصل المباشر وجها لوجه، والقوانين التي تحكم هذا التواصل في الحوار تختلف على سبيل المثال من اللي تحكم رسالة نصية أو إيميل. فأنت طبعا الخبير أو أنت الخبراء في موضوع التحاور أكيد تعرفوا أنه عملية التحاور عملية معقدة، فأنا لا أستجيب فقط للكلام اللي أنت تقوله، أنا أستجيب لحركة إيدك، لنظرات عيونك، حتى للجو العام الموجود هنا. جميل. يعني أنت الآن تستمع إلي والمخرج جالس يقول لك كلام، فأنت تقوم بعملية تواصل معقدة لأنك لابد أن تستجيب لأطراف مختلفة في عملية التواصل هذه. جميل دكتور. ممكن حتى نشوف أساساً في حياتنا اليومية أو حتى في الجمعات أو الجلسات الاجتماعية، الشخص إذا حاب أنك أنت تتواصلي معه ما بتشوفي أساساً هو يلعب بجواله، راح يعطيك الفرصة أو المساحة أن يكون في تواصل بينك. أيوة. بالفعل وبينه. لكن الأشخاص ممكن اللي ما عندهم هذه المهارة لما تشوفيهم جالسين مع بعض، الطرف الأول ما يعرف كيف يبدأ بالحوار أو 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 كيف يبدأ أساساً بالنقاش، فإيش ممكن أنه هو يسوي؟ أول حاجة لازم نركز عليها أنه مهارة التواصل مثل ما قلنا مهارة، بالتالي هي شيء ممكن تطويره
وممكن بناؤه. فأنا عجبني سؤالك لي لما قلت له هل ترغب بأنك تضيف إلى مهاراتك في التواصل؟ يعني أنا تقريباً أدرب على مهارات التواصل من 10 سنوات. إلى يومك هذا لازلت أتعلم مهارة التواصل، لأن الظروف اختلفت، طرق التواصل اختلفت، البشر واتجاهاتهم أيضاً اختلفت. أنت قد تكون تواصلي معك مختلف عن شخص آخر، لأنك أنت إنسان مختلف وأنا إنسان مختلف. ولذلك اللي أحب أقوله للناس أنه مهارة التواصل، إذا كنت تعتقد الآن أنك مش جيد في التواصل أو تعاني من الخجل أو ما تعرف تبتدي حوار، الخبر السعيد هو أنك إذا تدربت على مهارات التواصل هي مثل العضلة، كل ما تدربت أكثر راح تنمو لديك أكثر. فطبعا هذا سؤال شوي معقد، يعتمد على الوضع بين الاثنين. وطرق التدريب راح نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في المحاور القادمة، لكن قبل ذلك دكتور أيضا خاطر أعرف يعني ما هي الأسس التي من خلالها يتم الحكم على أن هذا التواصل هو تواصل بناء وفعال؟ أنا أعتقد الحكم الأمثل هو وصول الطرفين للهدف المرجو من التواصل، بحيث أنه الاثنين الطرفين حققوا غايتهم بدون ما يؤثر عليهم. يعني على سبيل المثال، قد أرغب أنا في الوصول إلى معاملة مالية منك أو شيء، بس أنت تخرج من هذا التواصل وأنت مستاء وأنت تكرهني، أسأنا للعلاقة. أنا وصلت لهدفي، لكن الهدف الأساسي وهو الحفاظ على العلاقة من خلال التواصل لم يتحقق. في التواصل الفاعل عندما تتحقق الأهداف مع المحافظة على انسجام العلاقة ما بين الطرفين. ممتاز. جميل. طيب الحين من خلالك رح نعرف إيش هي التمارين اللي توصلنا إلى هذه المهارة، مهارة التواصل مع الآخرين. طيب مهارات التواصل عديدة، بس أنا اللي أحب أركز عليه، بالأمس كان عندنا دورة فكنت أقول لهم لو رح تخرج من الدورة بشيء واحد فقط رح يكون هو أنك تطور مهارة الاستماع الفاعل. يعني أنا الحين وأنا أتكلم أنت تعطيني سيجنالز، انت بنظرك المتواصل لي انت جالسه تعطيني رده فعل توحي لي بانكم منصتين انصات كامل. الاستماع الفاعل يقضي باني انا على سبيل المثال وانا استمع ليك، ما جالس احضر السؤال الثاني اللي بعده. طبعا في الحوار اكيد جالس تحضر السؤال، ولكن لو انا جالس لا من خلال كلامك دكتوره يعني حتى على فكره يعني ذكرتيني بمساله هذا الاستماع في بيت شعر جدا جميل حبيته في مرمرات، قالوا أحد الدكاترة في غرفة الصف أنه ولقد أعرتك أذنا غير واعية فرب مستمع والقلب في صممي. يعني أحس أنه الواحد لما يسمع لازم ينصت تماما لكل كلمة ولكل حرف يخرج أساسا من فاهك علشان فعلا يعي ما تقول. فالقلب ليس في صممي. فمهارة الاستماع الفاعل القلب يكون واعي. طبعا إحنا بشر في النهاية في أثناء الاستماع أكيد رح نحيد شوية عن الموضوع، رح نسرح شوية. ولذلك هنا تأتي مهارة الأخرى وهي مهارة إحنا نسميها reflection. يعني أنا أبتدي أقول لك reflection and clarification. إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني أنا الحين استمعت منك إلى فكرة أو إلى هذا بيت الشعر، أنا يمكن ما فهمت أجزاء منه. أو أقول لك يعني إيش أقصد، إيش الغاية من هذا البيت، إيش يعني قلب في صممي، إيش قاصد بهذا الموضوع. أكثر الناس رح تستمع ليك ورح تسوي نفسها فاهمة كل شيء، وهو أصلا ما فاهمين. هو فاهمين ورح تقفز للموضوع اللي بعده وهو إعطائك حلول لمشكلتك. ولما أبتدي أعطيك حلول لمشكلتك أنت تثار، هل هذا معناه أنا ما قادر أعطي الحلول؟ أنا أريدك تستمع لي بكل بساطة وتتعاطف معي، يمكن هذا هدفي أنا من التواصل. بينما أنت تفترض على طول أن هدفي من التواصل أنك تلقى لي حل. وإحنا ناس كلنا ناس طيبين وحسنية عندنا، فإحنا نريد نساعدك لما نشوفك في موقف صعب. فمهم جدا أني أنا أعمل لك ريفلكشن وأخبرك إلى الآن اللي فهمته أنا من حديثك هو كذا كذا كذا. جميل. هل فهمي صحيح؟ وبعدين المهارة اللي بعدها وهي مهارة طرح الأسئلة. فأنت تفضلتي أنه لو أنا موجودة في مكان وأريد أبتدي حوار مع شخص، كيف ممكن أبتدي الحوار؟ رح تكون طريقة جدا ذكية أني أطرح سؤال مفتوح. جميل. السؤال المغلق يعني أنا لو قلت لك كيف الجو في عمان اليوم، حر؟ فأنت بتقولي لي نعم أو لا، خلاص أخبرتيني، أنا أجلس مرة ثانية ما عارفة إيش أقول وأنت ما عارفة إيش تقولي. بس لما أجي أفتح لك سؤال مفتوح وأقول لك يا ترى كيف الجو عادة في عمان في هذا الوقت من السنة،
فأنت تبتدي تخبريني في هذا الوقت. أحيانا كذا وأحيانا ما. وفي صلالة مختلف وفي عمان مختلف ولو طلعت الجبل يعني الأخضر. يعني مفتوحة تكون أيضا. مفتوحة بلحية. فهذا يتيح للطرف الآخر إنه يتبحر في الإجابة وأنا لا أحده. لأنه هو لو عرف أني أنا متوقع إجابة معينة ممتاز. يمكن يحس بالربكة وما يعرف يكمل معي. جميل. يعني هل هذه هي المهارات اللي المفروض أن الشخص يسويها دائماً أنه عشان يطور من مهارات التواصل مع الآخرين، ولا هناك أيضاً في تمارين أخرى ممكن أنه هو؟ طبعاً في تمارين متعددة منها إحنا أنك تعطي تلخيص بعض الأحيان والتلخيص أيضاً مفيد في أني أنا أعرف أنت إيش فهمت من حديثي؟ أو أنا أخبرك اللي أنا فهمته من الحديث. وأيضاً في التلخيص نضع النقاط للمستقبل، يعني أنا اللي فهمته الآن من هذا الحديث أني أنا لازم أتوجه للمكان فلاني وبعدين أرتب معك اجتماع آخر. إذا نحن عملنا أيضاً خطة للمستقبل. جميل. فلو أنا فاهم غلط أنت بعد يتيح لك فرصة أنك تصحح لي مرة أخرى. أيضاً في مهارة اللي هي الكلوزينج أو مهارة إغلاق الحديث. تعرف لما تكون جالس تتكلم مع أحد وفجأة يصير بينكم نقاش حاد ويروح يطلع. طبعاً إغلاق الحديث في كثير من الأحيان أيضاً مهارة تتطلب أنه عشان أنا وأنت أثرنا حديث معين ما نخرج منه بأضرار، أني أقول لك والله أنا شايف أنه حالتنا العاطفية الآن ما تسمح بأن إحنا نكمل الحديث، أنت عصبي وأنا عصبي، إيش رأيك ننهي الحديث الآن ونستكمله في يوم آخر لما نصبح أكثر هدوءا؟ يعني أفهم كلامك أنه تكون بطريقة مهذبة، عاشر معروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. الله عليك. فيعني أنا أيضا أريد أركز على نقطة جدا مهمة دكتورة في هذا الحديث الشائق معك، يعني إلى أي مدى أيضا تلعب العواطف والمشاعر والحالة الشعورية والمزاجية في قيام التواصل الفعال من تلاشي؟ سؤال رائع جدا. طبعا احنا لما ننظر الى مكونات التواصل في متصل قد يكون انا وانت بالتناوب او في نفس الوقت، في رساله، في قناه للتواصل، وايضا في سياق للتواصل. فالسياق النفسي، السياق العاطفي، السياق الفيزيائي او السياق الاجتماعي. السياق النفسي هو الحاله اللي تحكم نفسيتك ونفسيتي. ممتاز. فعلى سبيل المثال لو أنت راجع منهك وغضبان من شيء حصل في العمل وبعدين زوجتك تقول لك والله أنا أريد أناقش موضوع الأولاد، فهنا السياق النفسي لا يسمح بهكذا حديث. أيضا السياق العاطفي، لو أنا ماخذ منك من موقف أنت قمت به تجاهي وأنا مشحون عاطفيا، ربما ما يكون السياق مناسب لمناقشة قضايا معينة في وقت معين. لابد من التحقق من السياق الذي يتم فيه عملية التواصل، فهي تحكم بشكل كبير. أيضا بعض الأحيان لو أنا انتقاء الوقت والمكان المناسب. ومن مهارات التواصل الجيد أني أفهم نفسي، فلماذا أنا جالس أهاجمك الآن في الحديث؟ ربما أكون حاسس بالخوف، ربما أنا خايف أنه علاقتي بك تفشل، فحقيقة أبتدي بإفشالها عشان أحقق هذه النظرية. فلازم أفهم نفسي ولازم أحاول بكل الطرق، كل المحاولات أني أطلب من الآخر أنه يفهمني. وعلى فكرة إحنا نفترض فهم الآخر، بس في التواصل الفاعل إحنا نطلب منه هو يخبرنا. بالضبط. يعني الأهمية أن احنا نعرف إيش اللي يصير ما بعد التواصل، لأن نحن نعيش في عالم تفاعلي. يعني مش لازم أنه أنا فقط رأيي هو اللي يكون صحيح، وإنما لازم طبعا أسمع وجهة نظر الطرف الآخر ورأي الطرف الآخر عشان يكون عندي تواصل مع الآخرين بشكل سليم وأيضا صحيح. هذه النقطة أثيرت أمس في الكورس اللي كنت أعطي، فكان أحد من الأشخاص يقول أنا كيف أخلي الشخص الثاني اللي ينظر للعالم بشكل أسود أنه ينظر للعالم بشكل أبيض. فأنا سألتها لماذا افترضتي أن وجهة نظرك هي صحيحة؟ هل أنت يعني هل أنت أحط علما بكل الظروف اللي يمر بها الشخص الآخر قبل ما تفرض عليه أنه يتبنى فكرتك؟ أيضا في نقطة أخرى، أنه في الخلافات اللي يتعرض فيها الأفراد مع بعضهم في اختلاف وجهات النظر، إحنا دائما نحب نكون منتصرين، وعشان ننتصر نقوم بكل الجهود ونجيب كل الأدلة
عشان نثبت للشخص الآخر أنه غلط. وفي بعض الأحيان الشخص الآخر خلاص فهم أنه هو غلط، بس ما في داعي للتشفي به وكل ما شفت. جميل. لكن دكتورة أيضا، ماذا عن المتزمتين بآرائهم والمتعصبين لقناعاتهم؟ هذه واحدة من ربما من أنواع الشخصيات اللي نعايشها في حياتنا. ضروري أن أكون أنا فاهم أساسا هذه الشخصية عندما أروح أحاورها وتواصل معها. لأنه أحيانا بعض الشخصيات خلاص معروفة بين الجميع أنه هذا مثلا شخص عصبي، إذن أروح له أنا بالطريقة التي تتناسب وتتلائم وتتوافق أساسا مع شخصيته. صحيح؟ صحيح كأسلوب أقصد هنا. صحيح كلامك. تعرف الأشخاص المتزمتين عادة ما يخوضوا حوار ليس لمشاركة الرأي بل لإثبات الرأي. فأنت إذا عارف هذه الشخصية هو سيخوض معك الحوار لإثبات رأيه، ضروري يكون عندك مهارات الحزم اللي هي من مهارات التواصل أيضا. يعني أنا أعتقد، أنا مش أنت، أنا ما أتكلم عنك أنت، أنا أعتقد، أنا أفكر، من حقك تختلف معي، لكن رأيي هو كذا 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 كذا. جميل. بحيث أنه ما نخسر علاقتنا، خصوصا أنت ما لازم تكون مستعد دائما أنك تواجه شخصية متزمتة. بعض الأحيان أنت ما تعرف هذه الخلفية عن الشخص اللي أمامك. بس تفاجأ بها. يعني الوقت مرة بسرعة، ما حسينا الوقت ما شاء الله وصلنا إلى يعني 30 ثانية ومباشرة ننتقل لمركز الأخبار. فشكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامجنا. شكرا لكم. دكتورة آمال بنت عبد الله أنبو سعيدية، استشارية نفسية تخصص اضطرابات المزاج والقلق، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا. شكرا دكتورة. ونتمنى إن شاء الله تعالى دائما هكذا التواصل يكون فعال وبناء، فيه نوع من السلام والهدوء الداخلي. إلى مركز الأخبار وأبرز العناوين وبعدها نواصل أيها الكرام. مشاهدينا أسعد الله صباحكم، هذه عناوين العاشرة صباحا من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يبحث مع معالي سامح شكري تعزيز العلاقات العمانية المصرية. السلطنة ومصر تؤكدان حرصهما على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وتوقعان مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والعمل. الاحتفال بتتويج الفائزين بجوائز عمان للسياحة في نسختها الأولى. ملتقى جائزة البحوث والابتكار في مجال المياه يدعو لإيجاد حلول لقضايا المياه في السلطنة. الإعلان عن المشاريع الفائزة في مسابقة تطبيقات تقنية الجيل الخامس لطلاب الجامعات وكليات الهندسة بمؤسسات التعليم العالي. ختام فعاليات معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كوميكس 2019. الاتحاد الأوروبي يضع تدابير وإجراءات تشريعية طارئة تحسبا لخروج بريطانيا من دون اتفاق. نهاية العناوين، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. استمرارا لمساعي عمان تيل في دعم الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة وخلق فرص عمل تؤهلهم للبدء في حياتهم العملية، يأتي برنامج مهنتي لإكساب الشباب المهارات والمعارف اللازمة لصيانة أجهزة الهاتف النقال والأجزاء الصلبة، بالإضافة إلى صيانة البرمجيات والتعرف على أنظمة التشغيل المختلفة. يمتد البرنامج إلى 92 ساعة تدريب يحصل فيها المتدرب على شهادة مصدق عليها من قبل وزارة القوى العاملة، حيث سيتم تدريب 100 باحث عن عمل من 5 محافظات مختلفة بينهم عدد من ذوي الإعاقة لتأهيلهم لدخول سوق العمل. سيتم ترشيح الباحثين من قبل وزارة القوى العاملة. مهنتي من عمان تيل.
أحبك لو طلبتي باقي سنيني أحبك وأنا أدري مثل ما أحبك تحبيني وحتى لو ما قد سكنتك ساكنة فيني وأنا أدري مثل ما أحبك تحبيني الله الله على الانتقاءات الجميله لمخرجنا عبد الله العمر نوجه له كل التحيه والتقدير. يعني اليوم احنا ما زلنا كذا نطوب بكم من محطه الى اخرى مشاهدينا الكرام وعلى هذه الاجواء ايضا الصباحيه الجميله. الصوره كانت في الخارج من مجمع الاستوديوهات الرقميه بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون على اساس البرنامج حاضره، ولكن اكيد الصوره مختلفه وبشكل اجمل ايضا وانقى هنا في محافظه مسندم اللي زارتها حوراء الاسبوع الماضي او اللي قبله؟ لا اللي قبله اللي قبله اسبوعين. لما شفت عنوان الربط المباشر محافظه مسندم تذكرت رحلتي الى مسندم والاجواء الجميله هناك، فالحين راح ننتقل مباشره ونستذكرها مع المشاهدين اكيد الى زميلنا نجم بن عبد الله الشحيه المتواجد طبعا في محافظه مسندم، راح يعرفنا على الحركه السياحيه هناك في محافظه مسندم. اهلا وسهلا فيك نجم وصباحك جميل، ممكن تخبرنا كيف الاجواء هناك في مسندم؟ صباح الخير نجم. يا نجم صوت واصل معك ولا لا؟ اذا احنا ان شاء الله تعالى بانتظار فقط جهوزيه الزميل نجم بن عبد الله الشحي اللي ينقل لنا التفاصيل الحركه السياحيه الجميله هناك. يسمعنا اعتقد ما اعرف يسمع الحين؟ نجم يسمعنا، اهلا وسهلا من جديد نجم، صباحك جميل. صباحك اجمل حوراء، وصباح الخير اخي سيف وجميع المشاهدين مشاهدين برنامج قهوه صباح عبر تلفزيون سلطنة عمان. من محافظة مسندم، هذه المحافظة التي تنعم بمقومات سياحية رائعة جدا وخصوصا في هذه الفترة الشتوية، ومن هنا من ميناء خصب تحديدا بولاية خصب، وخلفي كما ترون أحد السفن السياحية العملاقة التي تقوم برحلات بين موانئ المنطقة ومن ضمنها محطة ميناء خصب، وزيارة السياح لهذه المحافظة ولاية خصب وأيضا ولاية بوخة. للحديث عن هذه الحركة السياحية، عن حركة السفن السياحية العملاقة في محافظة مسندم، يسرني أن يكون معي ضيفي علي بن سيف الشحي رئيس قسم الترويج السياحي المكلف برئاسة هذا القسم بإدارة السياحة بمحافظة مسندم. أرحب بك أخي علي، وفي البداية طبعا نتحدث عن الحركة السياحية بمحافظة مسندم بشكل عام. أهلا وسهلا فيك أخوي نجم. أولا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للسياح بمحافظة مسندم، كما تعرفون بأن محافظة مسندم تزدخر بمقومات سياحية سواء بحرية أو برية، وبالأخص محافظة ولاية خصب تمتاز بالمناطق الجبلية والجزر البحرية مثل جزيرة خورشم وجزيرة تلغراف والذي ارتادوها عدد من السياح الأوروبيين، وكما تعلمون بأن ولاية بوخة تمتاز بالقلاع والحصون ومحافظة ولاية خصب. طيب نتحدث أخي سيف عن الحركة السفن السياحية العملاقة التي نشاهدها بشكل مستمر في محافظة مسندم، وأيضا عن الموسم السياحي، متى يبدأ ومتى ينتهي في محافظة؟ بداية الموسم السياحي بولاية خصب يبدأ من شهر 11 لين أول 5/1/5، وعدد السفن السياحية التي زارت ميناء خصب تقدر ب 56 سفينة سياحية عملاقة خلال هذا الموسم. وبالنسبة للسياح الذين زاروا الولاية تقريبا 115 ألف سائح من جنسيات مختلفة أوروبية. نتحدث عن هذه السفن، من أي الدول تأتي هذه السفن، وأيضا حركتها بشكل مستمر في الميناء؟ غالبية السفن تأتي من ميناء السلطان قابوس وثم ميناء خصب والذهاب إلى أمارة دبي، وفي حد ذاته تيجي بعد من الهند ديركت سيده الى ميناء خصب، ومن أمارة دبي الى ميناء خصب. وتقدر عدد السواح بحسب السفينه تقريبا عدد فيها 3200 سائح على اكبر سفينه. وفي بعض السفن يعني ما تقدر ترسي بالميناء، ترسي في ارض البحر لان الميناء ما يستقبل.
طيب نتحدث هناك 3000 سائح في السفينة، كيف يتم استيعاب هؤلاء السياح؟ ما هو البرنامج الذي تعدونه أنتم كإدارة السياحة والتنسيق أيضا مع الجهات الأخرى؟ دور إدارة السياحة وحكومة الأمون أهم شيء يكون الترويج، ترويج السياحي للسائح. وأمنا في إدارة السياحة مركز معلومات بعطاء الكتب السياحية والترويج للسياحة، ومثل الكتيبات والخراب أنا محافظ مسندم، حتى يتسنى للسائح بزيارة المواقع السياحية التي تمتاز بها مثل الحصون والقلاع والجبال، جبل حارم وكذا. طب نتحدث أيضا عن تنسيق مع الشركات السياحية لاستيعاب هذا العدد، يعني هناك شركات سياحية خاصة موجودة في الولاية. تم عمل لجان من قبل وزارة السياحة تحت إشراف وزارة السياحة والتنسيق مع شرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة وهيئة حماية المستهلك وغرفة تجارة صناعة عمان، وعمل لجان للتنظيم الحركة السياحية واستقبال الحركة السياحية استقبال السفن السياحية العملاقة، وعمل شركات من غرفة تجارة وصناعة عمان لإتاحة للسائح ولمعرفة السائح بالأماكن السياحية والشركات. طيب السائح، يعني نحن نعلم أن هذه السفن هي السفينة ليوم واحد، يعني ترسو في الصباح وتغادر في المساء، أين يذهب السائح خلال هذه الفترة أخي علي؟ نحن نشرف على الشركات السياحية، شركة سياحية يكون عندهم تأمين وترخيص من وزارة السياحة لاستقبال السياح وزيارة جبل حارم مثلاً وبيت القفل ومنطقة خورنيج والمناطق البحرية مثل جزيرة خورشم مثل الدلفين الذي دلافين توجد جزيرة خورشم ويرتاج الساحة، لكن الشركات تكون معمنة وتكون يعني تأمين. طيب نتحدث عن أيضا ذهاب السائح إلى ولاية بوخة أيضا لزيارة الآثار والقلاع والحصون هناك، لأن ولاية بوخة تمتاز بها القلاع والحصون، والشركة السياحية تذهب بهم إلى القلاع والأبراج اللي توجد في ولاية بوخة. إذن هذه أهم النقاط التي يمكن أن يزورها السائح في ولايتي خصب وبوخة من خلال زيارته من هذه السفن السياحية العملاقة، حيث السياحة التاريخية والآثار وأيضا السياحة البحرية من خلال الرحلات البحرية بالسفن الشراعية أو السفن الخشبية، كذلك المناطق الجبلية، هناك أيضا هواة التسلق لديهم أيضا هناك إمكانية لتسلق بعض الجبال، كذلك بالنسبة لسياحة الغوص أيضا هناك موجودة، هناك شركات غوص متخصصة لإعطاء السائح مجال للاطلاع على الشعاب المرجانية والحياة البحرية الجميلة في هذه الولاية. أيضا هناك نقطة أخي سيف أيضا حراء ومشاهدين ومشاهدين الكرام، هناك جهود تبذلها إدارة السياحة حقيقة بالتنسيق مع شركات السياحية من أجل إعطاء مجال لبعض المواطنين أيضا تحت مظلة الشركات السياحية للعمل عند خلال فترة تواجد هؤلاء السياح لاستيعابهم لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من السياح. جميل، شكرا لك يا هذا ما لدينا عموما حاليا من محافظة مسندم من ميناء الصيد أو ميناء خصب ولاية خصب. أتمنى إن شاء الله نلتقيكم في لقاءات مقبلة إن شاء الله، وإلى اللقاء بإذن الله. شكرا، شكرا لك يا نجم، شكرا أيضا على هذه التغطية المميزة، وتحياتنا أيضا لكل أهالينا وأحبابنا وأخواننا أيضا في محافظة مسندم، هذه المحافظة الجميلة والأنيقة. جميل، تعرف لما أنا رحت مسندم كان البعض يسألني يعني هل نحتاج أن نأخذ سيارة دفع رباعي ولا لا؟ طبعا تحتاج أنك أنت تأخذ سيارة دفع رباعي عشان تستقطب الجبال الشاهقة والجميلة بالجبال، أنت رايح عشان بالفعل أنك تستمتع بالمناظر وأنك مثلا تتأمل وأيضا تسترخى وأنت تشوف منظر البحر الجميل. على فكرة كانت تغطيتك كانت جدا مميزة جميل. ومحافظة مسندم فعلا جميلة وأنيقة، وما شاء الله عدسة كاميرتك أساسا يعني أضاف نوع من الجمال والروعة أيضا لبعض الأماكن والملامح الجميلة، خاصة أنك غطيت السياحية والتراثية في ذاته. يلا الحمد لله. إذن مشاهدينا الأحبة نحن أيضا نتواصل معكم، محطتنا القادمة إن شاء الله راح تكون عن إلى وقفة حوارية إن شاء الله تعالى أنير عتمتهم، محورنا القادم مشاهدينا الكرام، فخليكم معنا.
أصبح بإمكان السياح الآن في قرية جيا الجبلية في الشطر الهندي من إقليم كشمير أن يستمتعوا بمشروب دافئ ويتناولوا المعكرونة الهندية التقليدية. البناء الجليدي الذي يشبه الهضبة هو بمثابة مبرد اصطناعي، وهو واحد من أكثر الأشكال المعروفة لتخزين مياه الصرف في الشتاء في المدن الصحراوية ذات الموقع المرتفع. وتشيد هذه البنايات بمد أنابيب تحت الجليد المتجمد، يجري ضخ المياه خلالها لتمر بالهواء البارد وتصل إلى الأرض ككتل من الجليد. ومع ذوبان تلك الكتل في أواخر فصل الربيع تخزن المياه المذابة في صهاريج لترشف الأراضي المزروعة باستخدام نظام الري بالتنقيط. يقول سونام تشوستاب صاحب المقهى إن الطلب كان متزايدا على إقامة مكان كهذا، وأضاف أن الفكرة واتته وهو يتساءل لماذا لا نحول مكانا كهذا إلى مقهى ونمنح الفرصة للناس ليجربوا الفكرة. أما تيوانغ ريكزين أحد زائري المقهى فقال إنه أحب الفكرة جدا، وقال إنه لأول مرة في حياته يجرب الجلوس داخل مقهى مبني من الجليد ليحتسي الشاي ويتناول المعكرونة الهندية، وأضاف أنه يجد الفكرة مناسبة لحل أزمة المياه، كما أنها أيضا طريقة لتنشيط السياحة الشتوية في البلاد، وتعتبر حلا للأزمة التي يواجهها المزارعون، ففي مناطق صحراوية باردة مثل منطقة لي لا تجري أعمال الزراعة إلا في فصل الصيف، إذ تجعل طبقات الجليد السميكة من الزراعة أمرا مستحيلا. يحيى خلف، رويترز. عودة إليكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامج قهوة الصباح، نستمر معكم في هذا التواصل اليومي وفي هذا المشوار أيضا الصباحي. هذه المرة ننتقل بكم إلى دوري الكليات للتبرع بالدم الذي يقام وينظم هناك بجامعة السلطان قابوس. ما شاء الله، يعني مختلف الكليات أيضا مشاركة في هذا الدوري، الكل يبذل كافة الطاقات والجهود أيضا أساسا لتحقيق الرسالة المنشودة من هذا الدوري ومن هذه المسابقة التنافسية بشكل عام، وهو التبرع بالدم ونشر الثقافة والتوعية في هذا الخصوص. الآن معنا الطلبة اللي مثلوا في هذا الدور كلية تبرع بالدم تحديدا من كلية الطب والعلوم الصحية، وشعارهم حملة أنر عتمتهم للتبرع بالدم. أنس بن عماد الوهيبي عضو بهذه الحملة، فمرحبا بك وسهلا يا أنس. أهلا وسهلا فيك يا سيف. وأيضا معنا أختنا إسراء بنت بدر البوسعيدي أيضا عضو بهذه الحملة، فمرحبا بك أيضا يا إسراء وصباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، يسعدنا التواجد معكم اليوم واجب. ونشكر تلفزيون سلطنة عمان بشكل عام وقهوة الصباح على دعمهم ورفعهم لهذه المبادرات الطلابية. أهلا وسهلا فيكم في قهوة الصباح. سيف، انت كنت مشارك مع هذه الحمله صحيح؟ انا مش في هذه الحمله، في الدوري اقصد. في الدوري انا كنت كليه الاداب والعلوم الاجتماعيه. اي ما شاء الله. وشاركنا الفترات اللي انا شاركت فيها، المره الاولى جبنا المركز الثاني، هذه المره راح تدخل المره الثانيه ان شاء الله. والمره الثانيه جبنا المركز الاول. جميل. طيب الاداب صراحه بدعوا في النسخه الماضيه. اي ما شاء الله. نعم. ما شاء الله عليهم. طيب انس، خلينا نتكلم الحين عن حملتكم، لماذا اخترتوا هذا العنوان أو هذا الشعار أنر عتمتهم؟ حقيقة اخترنا نحن هذا العنوان أنر عتمتهم بسبب تصور وضعناه. نعم. أن الأشخاص المصابين ربما من الأمراض اللي تحتاج يعني تبرع بالدم يكونوا في نوعا ما عندهم نوع من الكآبة. نعم. لأن ما تعرف متى ممكن وحدة الدم توصلك، متى ما توصلك. فنحن صورناه على أن الشخص يعيش في عتمة نوعا ما، ويحتاج إلى حد لينير للعتمة، إلى شخص لينير للعتمة. العتمة وهي الظلام الحالك، ولكن ربما سوداوية الأيام أحياناً واللحظات تتحتم علينا أن ننيرها بنوع من التفاؤل ونوع أيضاً من الأمل. كل الكليات تتنافس تنافس شديد وبأفكار جداً مميزة، باختراعات بابتكارات لإيصال الرسالة المنشودة. كلية الطب والعلوم الاجتماعية ماذا ستقدم وماذا قدمت حتى اللحظة لتتميز وتفرد عن غيرها من الكليات؟
حقيقة هذه الحملة انطلقت يوم الأحد، كان الافتتاح من الأسبوع الماضي. طبعا هو كل كلية عندها أسبوعين تعرض فيها أفكارها، تسوي فعالياتها، تجذب فيها أكبر عدد من المتبرعين. ممتاز. فدور كلية الطب والعلوم الصحية ونحن كفريق قطرة أمل 3 لقاءات مكملة لمن سبقونا منهم قطرة أمل 1 وقطرة أمل 2. هذه المرة قطرة أمل 3 تلبست حلة أن رعتمتهم مثل ما ذكرتم. الانطلاق كان عندنا الأسبوع الماضي يوم الأحد بمعرض أسمينا أيضا معرض أنا رعتمتهم بافتتاح الدكتور سيف الهادي، شرفنا جزاء الله خير. المعرض الحمد لله لاقى إقبال كبير، كان من يوم الأحد تاريخ 10 مارس لحد يوم الأربعاء 13 مارس في الفترة من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، ما عدا يوم الأربعاء مدلنا الفترة لحد الساعة 4 لكثرة الإقبال الحمد لله على المعرض. طبعا هو المعرض بشكل عام يعني حتى في الديكور وفي الأدوات المستخدمة حاولنا نحاكي فكرة العتمة، نفس الشعار نفسه، فكان كله نقدر نقول سواد يعني. وسوينا فيه مجموعة من الإضاءات بحيث أنها تكون إنارة. يتكون المعرض كان من 6 أركان. في البداية ركن مريض في عتمة، أو في هذا الركن نعرفهم بسبب تسمية المعرض بهذا الاسم ونعطيهم شمعة، هذه الشمعة يأخذوها معهم في 6 أركان الموجودة في المعرض. يا سلام. آخر ركن إذا اقتنعوا بالتبرع فعلا وكان عندهم القناعة التامة بالتبرع فنطلب منهم ينيروا الشمعة، يوقدوا الشمعة. يا نعم. سلام. ويضيفوها مع بقية الشموع الزوار السابقين اللي أضاوها سابقا، وفعلا حصلنا الحمد لله إقبال كبير. بالإضافة إلى المعرض اللي تناول مختلف المعلومات من إحصائيات فوائد التبرع بالدم، شروط التبرع ومختلف المعلومات، كان نفس الشيء عندنا زيارات مختلفة. فمثلا مركز العيسري زارونا أيضا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. عباقرة العيسري قدموا لنا مسرحيات، وطبعا دائما نعرف الرسالة من فم الأطفال لها طعم مختلف، فكان في ساحة الكلية ركن خاص بالأطفال نفس ما ذكرت الاثنين والثلاثاء والأربعاء، قدموا لنا مسرحيات قسمناهم لفرق، كل فريق يتكون من 3 أطفال وكل فريق مع منظم من منظمين الحملة. إيش يسويوا؟ يمروا في الجامعة يحاولوا إقناع الطلاب طاقم العمل في الجامعة بأهمية التبرع، فائدة التبرع، يحاولوا يقنعوهم يتبرعوا. وأعطيني كل فريق ورقة، في حالة أن الفريق قدر أن يقنع هذا الشخص على أنه يتبرع يأخذ منه توقيع. بعد ذلك الفريق الفائز التوقيع هذا كتعهد أنه فعلا يروح يتبرع، ما فقط أوكي تمام أوقع أنا أتبرع. أيوة كذا، أنا أروح أتبرع، أنا اقتنعت بفكرة التبرع وإن شاء الله الحين بروح أتبرع. فيأخذ منهم توقيع، وعاد الفريق الفائز اللي هو حصل أكبر عدد من التوقيعات، وفعلا حصلنا يعني استحسان كبير من هذه الفكرة لأنها جاءت من الأطفال. إضافة إلى ذلك كان في زارنا المذيع محمد المخيني يوم الاثنين تقريبا كذا، زار المعرض وشارك الأطفال في فعاليات وكذا، والحمد لله كان يعني الثناء على هذا المعرض. جميل. يعني هذه كانت ممكن أبرز الفعاليات والأنشطة اللي عملتوها من ضمن هذه الحملة، حملة تبرع بالدم. طيب أنس، كيف شفت أيضا وعي المجتمع والمحيط ممكن الجامعي بثقافة التبرع بالدم؟ هو حقيقة الوعي عندنا في المجتمع جيد إلى درجة من الدرجات، جيد جدا، لكن حاليا في المجتمع نحن تفوق عندنا المعرفة على الوعي. إيش الفرق؟ الفرق أن الوعي يتضمن أمرين، يتضمن المعرفة ويتضمن التطبيق. لكن المعرفة فقط علم حول نقطة من النقاط، من غير تنفيذ ومن غير تطبيق لا فائدة منها. هي ما نقدر نقول بدون فائدة تماما، تعطي خلفية للأشخاص يعني ممكن تكون حافز في المستقبل أيضا، لكن الوعي يعني نحتاج نحن أن نزرع أكثر. يعني هذه المعرفة بحاجة إلى تطبيق وإلى تنفيذ أساسا ما أنت تعلمته وعرفته علشان فعلا تتحقق الرسالة المنشودة، عشان نكمل الوعي. ممتاز. اللي هو مثل ما قلنا عبارة عن معرفة وتطبيق. بالنسبة للمحيط الجامعي، المحيط الجامعي يعني بشكل عام مكون من طلاب، طلاب متعلمين عندهم خلفية، والخلفية المعرفية ممكن تكون منتشرة حول قضية التبرع بالدم. ممتاز. ممكن تكون منتشرة عند على أقل تقدير 90 أو 100% من الطلاب. لكن هل الوعي منتشر بهذه الدرجة؟ هنا السؤال اللي يطرح نفسه. فهي المؤشرات حاليا تشير أن عندنا زيادة في الوعي، لكن لازلنا نحتاج إلى توطين ثقافة التبرع بالدم. ممتاز. لكي تصبح
يعني كدستور لنا حالها حال بقية الثقافات العربية والإسلامية عندنا في المجتمع العماني. فيصبح القادر على التبرع بالدم الشعب العماني القادر على التبرع بالدم تكون أسلوب حياة يعني كعادة متكررة من غير أي طلب أو من غير أي حملات والله تنصحك أنك لازم تروح تتبرع بالدم ساعتها تروح أنت تتبرع بالدم لا تكون كعادة خلاص واقرة في النفس أنه لازم بشكل دوري أتبرع بالدم للأشخاص القادرين على التبرع بالدم وأيضا الأشخاص الغير قادرين ممكن يكون لهم تأثير في المحيط الذي يعيشون فيه أو في المجتمع الذي يؤثرون فيه. جميل. طيب إسراء قمتوا بعمل مثلا إحصائية عرفتوا كم عدد الأشخاص المتبرعين معكم في هذه الحملة؟ أيوة طبعا خلال الأسبوع الماضي كان ركن الدم زارنا في الكلية في غرف هيئت مسبقا للتبرع من باب تقريب المسافات لمرتادي الكلية بشكل خاص أو مرتادي الجامعة بشكل عام والحمد لله يعني في هذاك اليوم فقط يوم الأربعاء حصلنا على 47 كيس دم ما شاء الله بس يوم الأربعاء ايوه من غير في اشخاص ثانيين جايوا يتبرعوا لكن كانوا غير مستوفين للشروط كان أيوة. عندهم نقص الدم او الهيموغلوبين وكذا فما قدروا يتبرعوا بالاضافه الى احصائيات ثانيه كانت يعني شيء منهم يروحوا لبنك الدم ويتبرعوا هناك نفس الشيء اليوم ان شاء الله ركن بنك الدم بيكون متواجد معنا في الكلية ممتاز من الساعة 10 صباحا للساعة 4 عصرا ممتاز في غرف ما ذكرت مهيئة يعني ممتاز إذا وهي دعوة عامة أكيد للي حاب يتبرع أيوه بإمكانه يتوجه إلى بالضبط للمركز بنك الدم أيوه بنك الدم في الجامعة في الجامعة بنك الدم في غرف الفسيولوجي في أي ممتاز اليوم أي حد الحين اللي تابعنا شاهدنا وخاطر إنه يشارككم هذه الحملة يروح ويتبرع صحيح ممتاز طيب أنا خاطر هذه بعض هذه فاصل كتب ودعوة ممتاز جميل جميل بشكل أنيق ورائع أيضا عاملينها لكن يعني أنس أنتوا الآن في أي مرحلة نعرف إنه دور الكليات بالتبرع بالدم يكون هناك مراحل متعددة ومختلفة أنتوا الآن في أي مرحلة من هذا الدوري نحن في دورة التبرع بالدم لازلنا في المرحلة الأولى المرحلة الأولى هي مرحلة التصفيات ممتاز قسمنا إلى ثلاث مجموعات في كل مجموعة كان عندنا ثلاث كليات ونحن كنا المجموعة الأخيرة ونافسنا كلية الهندسة وكلية التمريض أوجه لهم تحية صراحة على يعني الإبداع اللي قدموه إن شاء الله وأيضا تحية لطلاب كلية الطب على هذا يعني المجهود الكبير متى راح يعلن عن المتأهلين من المرحلة الأولى الإعلان إن شاء الله بيكون في أمسية في يوم الأحد في قاعة في قاعة المعارض الجامعة نعم. ممتاز جميل ممتاز. يعني أنتوا قدمتوا كل ممكن الفعاليات بالفعل بطريقه جدا جميله وايضا لكن انتظرهم ترى مشوار طويل الحين بعدهم في المرحله الاولى عندهم المرحله الثانيه وكل مرحله اعتقد شروطها ومعاييرها ترى هنا سؤالي هل انتم متوقعين ان شاء الله راح تتاهلوا الى المرحله الثانيه حقيقه يعني على الجهود مبذوله من فريق قطره امل وعلى نقدر نقول المدح واللي حصلناه من المرتادين المعرض خصوصا سنويا انتم كذا مميزين ما شاء الله يعني يعني في حاطين امل الحمد لله ان شاء الله يعني نواصل مسيرة ونتاهل حل المراحل الثانيه واحنا حقيقه سواء تاهلنا او لا عندنا يعني مخلين خطه ان ثقافه التبرع بالدم وحمله قطره امل ثلاثه مستمره ومتواصله مستمره باذن الله سواء تاهلنا او لا نعم اللي اعرفه انه ايضا في هذا الدوري يا انس كل فريق يجب عليه انه فعلا يسعى قدر الامكان انه يفكر صح يخطط عدل علشان فعلا يقدر انه يجتاز كل المراحل من مراحل هذه المسابقه وهذا ايضا الدوري ويقدر يقدر يكسب ايضا العمله الاساسيه اللي هم المتبرعين بالدم لان هذا كله اصلا دوري عشان مزيد من المتبرعين بالدم انتوا ايش حاطين في بالكم ان شاء الله تعالى يعني هل فعلا هناك خطه موضوعه من قبلكم كل مرحله لها ما لها من فعاليات ومن مناشط وبرامج انا عارف انه مستحيل تقول ايش هي الفعاليات لان اعرف ان هذه اشياء مخلينا كسر وكمفاجاه ايضا لكل الكليات المتنافسه ولكن اكيد حاطين في بالكم ونصب عينكم هذا الشيء حقيقه احنا في خلال الفعاليات اللي قدمناها هذه كان لنا حافز ان نطلع ايضا خارج نطاق الجامعه لان التبرع بالدم ليس مقتصر على دور التبرع بالدم مثل ما قلت سابقا لازم يكون ثقافه عامه صحيح فنحن حاليا اليوم شباب متجهين الى مدارس المحيطة بجامعة سلطان قابوس يقدموا توعية يغرسوا في طلاب المدارس أيضا كان عندهم حملة في الشاطئ ينشروا ثقافة التبرع بالدم وهو سواء تأهلنا إلى المراحل القادمة أو لم نتأهل يعني نحن في يعني في مخططنا أن نضع تنسيق مع بنك الدم في بوشر يأتي معنا لحملة توعوية في أحد الولايات في السلطنة
ممتاز. جميل. نحن نقول لكم إن شاء الله موفقين بإذن الله. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذه الحملة، وإن شاء الله أكيد تصل كل أهدافكم لجميع شرائح المجتمع، وأيضا تصل رسائلكم حول هذا الموضوع، موضوع التبرع بالتنمية. يعني النسخة الأولى كانت من نصيب كلية الحقوق، النسخة الثانية من نصيب كلية الأداب، النسخة الثالثة ممكن نقول إنها الثالثة ثابتة ولا لا؟ بإذن الله. ها لقطة أمل كلية الطب. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. هي مسابقة تنافسية يعني وشريفة بذات الوقت. نعم، نحن نشكر وجودكم اليوم معنا في البرنامج أنس بن عمال. نحن شاكرين لكم كذلك. وهيبي عضو بحملة أنر عتمتهم للتبرع بالدم، شكرا لك. وأيضا إسراء بنت بدر البوسعيدية عضوة بحملة أنر عتمتهم للتبرع بالدم. مشكورين جزاكم الله خير. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا أيضا نحن نتواصل معكم في هذه المساحة الصباحية، نروح إلى فاصل وبعدها لنعود، كونوا معنا. تخلو يومياتنا من مشاهدة عجائب فريدة يتفنن فيها البشر بصنعهم أسطولاً من الخيال، ولكنه يبسط على أرض الواقع ويبدو تحفة معمارية هندسية فريدة، ويكرس الإنسان يومه ليرسم لوحة فنية بديعة بتصاميمه، وذلك لرونقها الجذاب والعجيب. سنقدم لكم أبرز النوافير الهندسية غرابة في العالم. نافورة رأس المرأة، تقع هذه النافورة في اليابان، وجاءت فكرة تصميم هذه النافورة لتكون على شكل رأس امرأة متدنية الرأس. نافورة الرأس المعدني الزجاجي، تقع هذه النافورة في جمهورية تشيك، وصممت هذه النافورة على شكل رأس بشري يدور كل عدة ثواني بدرجة 360 درجة على جميع الاتجاهات. نافورة بيلاجيو، تقع هذه النافورة في لاس فيغاس، وصممت لتكون أجمل نافورة مائية راقصة في العالم. نافورة الثروة، تقع هذه النافورة في سنغافورة، وأخذت شكل حلقة دائرية موثقة على أربعة أعمدة جانبية. وأخيرا نافورة قوس قزح، تقع هذه النافورة في كوريا الجنوبية، وصممت على طول جسر بامبو لتنير طريق المارة. وإن المجد لك عظيم.
عودة إليكم من جديد مشاهدي الكرام، وتحية صباحية حقيقة لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا. إحنا نحاول قدر الإمكان أنه يعني حتى المواضيع اللي نختارها لضيوفنا نحاول قدر الإمكان نشاركها. فأنا قبل شوي كنت أرسم يعني حديقة منزلية بشكل مبسط، وشافتني حوراق تنصت على طول وتقول إيش قاعد تعمل، فكنت أخبرها. عموما إحنا مستمرين، والآن نتكلم عن حقيقة إبداعات تصاميم الحدائق، يعني مساحة المنزل أو الحديقة بشكل عام أيا كانت مساحتها لابد أن يضاف لها نبسة جمالية من ديكور رائع وأنيق، يعني يتناسب ويتوافق مع المساحة الكلية ومع الشكل. تفاصيل هذا المجال مع أخونا الأستاذ عبد العزيز بن سليمان آل عبد السلام، مهتم في مجال تصميم المناظر الطبيعية بشكل عام. حياك الله وسعداء جدا بوجودك اليوم معنا. أهلا وسهلا فيكم، مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله نقدم لكم شيء مفيد إن شاء الله. أستاذ، يعني نحن دائما نهتم أيضا بالتصميم الداخلي، ولازم الشخص اللي يهتم بالتصميم الداخلي أيضا يهتم أكيد بالمناظر الطبيعية وتصميم المناظر الطبيعية اللي هو التصميم الخارجي ممكن للمنزل اللي يضيف بالفعل لمسة جمالية جدا رائعة. الحين نحن نتكلم عن تصميم الحدائق بشكل عام، كيفية التعامل ممكن نحن نقول مع شكل البناء وأيضا الحديقة كيف يكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تصميم المناظر الطبيعية هي هندسة وعلم بحد ذاتها. دورنا نحن كشركة تصميم مناظر ننشر ثقافة ووعي لدى الناس أن الاهتمام بالمنزل مش فقط داخليا ديكور داخلي، أيضا اللمسات الجمالية الطبيعية تضاف للمنزل لأثرها الإيجابي على البيئة، إضافة لمسة جمالية للمنزل أيضا لرفع قيمة العقار. فإحنا شركتنا نتميز في تصميم مناظر طبيعية للحدائق في المنازل. بالنسبة للمنازل عندنا الأسطح المنازل ممكن نستغلها ونعمل حديقة جميلة، شرفة المنزل بالإضافة إلى الحدائق المعتادة في خلف المنزل أو في الأمام. يعني أحيانا ندخل بعض المنازل اللي فيها حدائق منزلية، المساحة ربما ضيقة لكن معمولة بشكل إبداعي، وأحيانا المساحة أساسا مناسبة وجميلة وأنيقة أساسا وتستاهل فعلا أن يعمل فيها حديقة منزلية أنيقة، ولكن للأسف الشديد ما تتبع الخطوات الصحيحة والسليمة في عمل ديكور الحديقة، وبالتالي كان شكل باهت وما جميل أبدا وما مريح أساسا للعين. الآن ما هي أبرز الخطوات العملية التي ينبغي السير عليها لنصل إلى هذه الدرجة من الجمال والإتقان والجودة في ذات الوقت؟ أولا التعامل مع شركة متخصصة أو شخص متخصص في هندسة المناظر الطبيعية. سابقا أو الفكر السائد بيننا ان نروح مثلا المشاتل المشتري نباتات وكذا نحطها، والى الان ما زالت يعني ما زالت الحمد لله. نحن مثلا شاركنا في معرض اي دي اف قريبا شهر 2 صحيح، ولاحظنا نسبه، هذه طبعا مشاركه ثانيه لنا، ولاحظنا نسبه كبيره من الوعي صار سائد بين المجتمع انه الحديقه مش عباره عن شتلات هنا وهناك، هي عباره عن مثل ما تقولي مثل بيئة بيئة محاكية للطبيعة، بيئة محاكية للطبيعة. فنحن مثلا التصميم المناظر ما يدخل فقط في زرع النباتات وتوزيعها بشكل جميل ومنسق وكذا، حتى نضيف عامل مثلا البيئة اللي هي الشلالات النوافير. أيوه بالضبط. هالشغلات هاي تعرف ان شغلة التصميم الحديقة الجميلة في المنازل ما بس لإضافة لمسة، هي أيضا نفس الشيء تدخل في راحة نفسية للأسرة، هي حتى لما مثلا عزم ضيوفك في البيت ويدخلون، طبعا أول حاجة يشوفونها دائما يقولوا الانطباع الأولي، أول حاجة يشوفوها الحديقة قبل ما يدخلون داخل البيت ويستمتعون بجمالية ديكور البيت. تكون محضر للضيوف مكان معين داخل البيت وقلت لا 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 أنا أريد أجلس هنا في الحديقة المنزلية، خلنا نتغدى نتعشى فيها لنفسنا. بالضبط. والحين الحمد لله نفس الشيء، الجو جميل في مسقط في هذه الفترة من السنة، فالناس تحب دائما تقعد في الحديقة
تفطر في الحديقة وتقعدون في الحديقة مع أسرتكم. نعم نحن نشاهد أيضا بعض من الصور، ممكن هذه بعض من أعمالكم اللي أنتم صممتوها. يعني هنا نشوف ممكن المساحات اللي أنتم استغليتوها لعمل ممكن حديقة منزلية، لكن تكون حتى لو كانت حديقة منزلية بسيطة في النهاية تكون النهاية. أنا الحمد لله يعني دائما السؤال اللي يتراود لنا في المعارض أو في الناس اللي يزورون المكتب إنه عندنا مساحات صغيرة ممكن نسوي حاجة، نقول لهم أيوة بالضبط. الحمد لله مصمم اللي استجلبناه لشركتنا هو حاز على جائزة أفضل مصمم حدائق حول العالم في 2013. ما شاء الله. ونال على 35 جوائز متفرقة في مجال تصميم المناظر، وعضو كذا لجنة أو منظمات تصميم مناظر حول العالم. فدائما نقول للناس هذه التصاميم لخير برهان على ما تقول. بالضبط الحمد لله. نحن طبعا نقوم في مشاريع صغيرة مثل المنازل، مزارع، استراحات، فنادق. نحن أساسا بدينا الشركة نصمم حدائق حق الفنادق، فمعظم فنادق الخمس نجوم الحمد لله أنتم كان لكم حضور. يعني أعتقد إحنا مثل ما شايفين مشاهدين الكرام على الشاشة ربما بعض الأعمال من قبل مؤسستكم أخوي عبد العزيز، لكن أنتم كمختصين في هذا المجال أكيد لما تدخلوا يوم الأيام لأي منزل فيه حديقة منزلية، أصدقائكم، ناسكم، معارفكم، أي أعتقد شوية أنتم توقفوا وقف التأمل غير عن الناس العاديين اللي مشوا يشوفوا أوكي وبس. لا أنتم لا بالضبط. تركزوا، تدققوا، ولماحين في ذات الوقت، تلمحوا كل حاجة بالضبط. فإيش الأشياء اللي تؤرقكم تزعجكم وأشياء ترضيكم وتفرحكم لما تشوفوا مثل هذه التصاميم؟ أول حاجة لما شغلة ضايقني أنا شخصيا لما أدخل البيت أشوف الأرضية مثل مساحة كبيرة وحلوة جميلة، أنا ممكن تعمل الحديقة تغطى كامل بالإنترلوك مثلا، بيت مثلا جميل ديكوره جدا رائع داخل البيت ومهتمين فيه، بس في الخارج عاملين يعني حديقة بمجهود ذاتي ممكن نقول من صاحب البيت أو صاحبة البيت، يوزعون فقط مثل ما قلت يشترون شادلات وكذا يوزعون هنا وهناك. في بعضهم مثلا إذا كان مساحات بسيطة صغيرة ممكن تعملي شادلات وصرف الفخار وهالشغلات وكذا على جوانب تضيف لمسة جمالية، بس في المساحات الكبيرة حلو ان واحد يعمل حديقه، مو اساس انه بس حتى اذا ما كان كامل، اذا ما انت من النوع اللي ما تريد كامل، اذا تريد الانترلوك ما مشكله، لكن اقل طرف بالضبط بالضبط. ونحن حتى نفس الشيء دائما في بعض المشاريع المنزليه وكذا نحبذ الزبون او الشخص المهتم يجينا في بدايه بناء بيته او بدايه تخطيط بيته. أيوة. لان خاصه مثلا في بعض المنازل اذا كان الشخص يشتريها جاهزه يكون صعب عليه انه يتحكم في المساحات وكي. بس نحن خلقنا مثل ما تقولي فكرة إن أنا ممكن نستغل السطح، إذا الناس اللي ما عندهم المجال إن يعملوا حديقة في الأرض نعمل في السطح. هذا اللي عملته أنا. أيوة شيء جميل جدا، أولا فيها خصوصية للأسرة، ثانيا في جو بارد جو لطيف وكذا تستمتع بالجو أكثر، وفيها نوع من الخصوصية والراحة. وهل حديقة مثل ما تفضلت انك عملت حديقه في السطح، جلسه فيها انك تشرب شاي فيها وتقرا كتاب وحده راحه نفسيه. عملت في فناء البيت، عملنا في فناء البيت زايد على السطح يعني اكثر من حاجه، لكن بشكل انيق ويحفظ ايضا خصوصيه الاخرين. بالضبط. حتى يعني تقدر تعمل الاناره وتتحكم بالاناره وكل شيء، يعني الموضوع بالضبط. جدا بسيط وسهل. طيب استاذ، هل تنصح الحين الاشخاص انهم دائما يلجؤوا او انهم يتوجهوا الى مصمم مناظر طبيعيه او هذه التصاميم الخارجيه انه هو يصمم لهم ولا لا؟ انا قبل ما ارد على سؤالك اول حاجه احب ركز على الشغلة اللي هي وايد ناس ماخذين فكرة إنه تصميم الحديقة جدا غالي ومكلف. بالضبط. لا بالضبط. السالفة ممكن سالفة إن الحديقة أو التصميم أو قيمة التصميم يتماشى مع الميزانية اللي ممكن توضعينها. ممكن تقولين أنا عندي ميزانية لهالحد وأبي التصميم يتماشى مع الميزانية. فممكن. ولكن يكون بشكل أنيق. أيوة بشكل أنيق طبعا. شغلة ثانية مثل ما قلت تفضلتي في سؤالك إنه شخص لازم يروح لشخص متخصص. إنه حرام مرات أدخل لبعض المنازل أو بعض المنشآت الفندقية الكبيرة يصرفون وايد مبالغ
بس شغلات ما تسوى. أنا نظرتي غير مثلا عن للطبيعة للحديقة عن الشخص العادي بس منبهر انه صحيح يقول شيء انه حلو. فلازم نروح توجه للشخص المتخصص مثل ما نحن كرجال نروح على الدشداشه نروح حق المتخصص في هذا والحريم نشوف في المصمم المتخصص للعبايه مثل ما شغلت. نعم صحيح. فلازم انتقاء فعلا الشخص المناسب اللي يكون فعلا يعمل لكم هذا المكان الجميل والانيق في المنزل. عبد العزيز بن سليمان آل عبد السلام مهتم في مجال تصاميم المناظر الطبيعيه. فشكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا على استضافتكم. جدا جميل وشيق. فاصل مشاهدي الكرام وبعدها نواصل. حياكم جديد مشاهدي الكرام وتحية صباحية لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا. احنا منزلنا مستمرين معكم متواصلين والآن إلى شركة طلعة الطلابية نتعرف على تفاصيل هذه الشركة مشاهدي الكرام. بوجود أخواتنا نوف بنت علي الهشامية المدير التنفيذي بهذه الشركة. مرحبا بك وسهلا يا نوف. أهلا وسهلا بكم. وأيضا معنا أختنا أميمة بنت يعقوب الحضرمية مديرة قسم الإنتاج بالشركة. فمرحبا بك أيضا يا أميمة وصباح الخير. صباح الخير. اهلا اهلا وسهلا. طبعا في البدايه نتعرف على شركتكم شركه طلح الطلابيه. نعم شركه طلح الطلابيه هي شركه ناشئه من جامعه السلطان قابوس والمشاركه ضمن فعاليه او مسابقه انجاز عمان في مسابقه شركتي 2019. طبعا شركتنا تتوجه توجها واضحا في المجال البيئي والزراعي. يا سلام. نعم. يا سلام. وتحل مشاكل عديده في ممتاز وراح نتعرف على ايش تحل من المشاكل العديده اللي ذكرتيها ايضا يا نوف. لكن بعد ما ننتقل ايضا الى اميمه كتعريف للمشاهد الكريم لماذا طلح الطلابية تحديدا لماذا التوجه إلى مجال البيئة دون التوجه إلى مجالات أخرى أو التفات إلى قطاعات أخرى؟ طبعا المشكلة نفسها شفنا إن مشكلة القالب البلاستيكي هي مشكلة كبيرة. ممتاز. لأنه القالب البلاستيكي نفسه هو من مشاكله أول شيء مشكلة الصدمة النباتية. الصدمة النباتية. كيف يعني الصدمة النباتية؟ اللي هو إحنا لما ننقل النبتة من القالب نفسه إلى التربة. أيوه؟ هذا يؤدي إلى فقد النبات
نظامه القذري بنسبة 95% ويؤدي إلى موته. وأيضا مشكلة البلاستيك نفسه، يعني مثل ما نعرف أنه البلاستيك يحتاج فترة طويلة عشان يتحلل، تقريبا المتوسط من 100 إلى 500 سنة، وأيضا يحتوي على نسبة كبيرة من الكلور وهي نسبة سامة تؤثر يعني على البيئة. إذا لماذا الطلح؟ الطلح اقتبسناها من القرآن الكريم اللي هي أحد المكونات الأساسية اللي استخدمناها في المنتج. جميل، طبعا هذا هو النموذج اللي جبتوه. ممكن نشرح النموذج؟ نعم طبعا. نحن منتجنا أول شيء اسميناه منتج غراس. طبعا هذا المنتج هو بديل للأصيص البلاستيك المستخدم في الزراعة والقالب البلاستيكي. الفرق بينه وبين القالب البلاستيكي الزراعي أنه منتجنا طبيعي 100% أول شيء، مصنوع من مخلفات نباتية موجودة في البيئة. ثانيا هو فيه قيمة غذائية للنبات نفسه، في نيتروجين وسلفر وفسفور، كذلك يتحلل في مدة أقل بكثير من مدة تحلل البلاستيك واللي هي شهرين تقريبا، خلال شهرين إلى شهرين ونصف التربة، وبعد تحلل يصبح مبرر للتربة. طبعا نفس الشيء مميز في منتجنا أنه سعره أقل من سعر السوق، اللي هو سعر السوق بهذا الحجم بالجملة 90 بيسة، نحن سعرنا 85 بيسة. كذلك في ميزة في القالب البلاستيكي، موجود في ثقوب لتصريف الماء الزائد في الأسفل. هذا ترى شكله وايد حلو على فكرة، هذا جميل شكله. هذا القالب ما محتاجين نسوي فيه ثقوب يعني في الأسفل، كون إنه يصرف الماء الزائد عن طريق الخاصية المسامية. ممتاز جميل. طيب أنا أريد أسأل أيضا أميمة. أميمة، يعني هل هذه هي الصورة النهائية حق للمنتج خلاص أو ما زال قيد التطوير أساساً؟ هذا يعني حالياً مبدئي، نحاول نطور المنتج أكثر. نعم طيب، كيف توصلتم أساساً إلى هذا المنتج؟ يعني كيف اشتغلتوا؟ هل من موظفين الشركة من متخصصات متعلقة بالبيئة بحيث تمكنتم في الأخير الوصول إلى منتج غراس ولا لا؟ إحنا من تخصصات مختلفة اجتمعنا، ويعني في البداية عرضنا الفكرة لبعض وشفنا آراء الكل، يعني كيف ممكن إن إحنا نطور هذه الفكرة ونظهر بهذا المنتج. وتقترتم المجال البيئي يعني. أيوة. جميل. طيب الحين نتكلم عن الوسائل اللي اعتمدتوها من خلال ممكن عملية التسويق لهذا المنتج. طبعا مثل ما ذكرنا او لم نذكر ما اعرف، هو انه فئتنا المستهدفه هم اصحاب المشاتل والمزارع حاليا اكثر شيء، اللي هم من اعمار 30 الى 50 سنه، واللي يشكلون تقريبا حوالي 30% من مجمل سكان السلطنه. طبعا بما انه هذه فئتنا المستهدفه، فهو صعب نستخدم معهم السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، فكان اكثر تواصلنا والتسويق عن المنتج عن طريق المقابله. نزلنا إلى السوق، تعرفنا على أصحاب مشاتل، عرضنا لهم فكرتنا، ويعني تقبلوا الفكرة بصدر رحب. في تجاوب، في تفاعل مقبلهم. نعم في تجاوب كثير، وكذلك عن طريق الاتصال، بحيث أنه اتصلنا بالعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في يعني مختلف محافظات السلطنة. ممتاز. والإيميل. جميل، هذا هو الحجم فقط النهائي المنتج يا أميمة، أم له بأحجام مختلفة بإمكانكم تعملوا؟ لا، مصنعين بأحجام مختلفة. خلاص أنتوا بديتوا تبيعوا في السوق ولا بعد؟ بعنا في معرض فقط عشان نشوف كيف تقبل الناس للمنتج. كيف شاهدتوا تفاعل وإقبال الناس معكم من خلال هذا المنتج اللي عملته؟ واجد تقبلوا، يعني في طلب للمنتج. نعم طيب، أنا اسم الشركة اسمها شركة طلح، صحيح؟ طلابية. وبما أنه هناك أيضا منتج باسم مغاير عن اسم الشركة، فأفهم من كلام يعني من هذا الموضوع أنه أعتقد عندكم منتجات أخرى في الطريق راح تكون إن شاء الله تعالى إلى جانب هذا المنتج. نوف، حاليا نحن نسعى لأن نطور هذا المنتج، لأنه كوننا تصنيع يدوي فمحتاجين نوصل لمرحلة نكون في مرحلة رضا عن المنتج. هذا تصنيع يدوي، يعني ما استخدمتوا تقنيات، وهذا من ضمن الصعوبات يعني اللي حاليا تقريبا نواجهها نوعا ما لحد ما نحصل على الآلات اللازمة، لكن في المستقبل إن شاء الله. حاليا نحن نركز على هذا المنتج عشان نطوره، لأنه الشركات الطلابية عندها منتج واحد فقط، حاول تطلب الصورة المناسبة اللي تناسب شريحتهم. لا، أنتوا الطلب يعني أنتوا كطلبة تقوموا بتصنيع هذا المنتج ولا لا؟ يعني في أشخاص آخرين أيضا يساعدوكم في تصنيع المنتج وفي عمل ممكن هذا الشكل؟
نحن كطلبة أيوة من غير أي مساعدة. طبعا معنا مشرف من نعم من كلية الزراعة أستاذ علي الرئيسي، أوجه له تحية شكر على وقوفه بجانبنا صراحة، يعني ما قصر، فتح لنا لاباته في الجامعة وصنعنا المنتج لحد ما وصل بهذا الشكل. طيب كسؤال أخير أيضا لأميمة، ما هي المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى، الخطة القادمة ضمن مراحل هذه المسابقة؟ الخطة الجاية إن شاء الله أن نطور المنتج ونظهره بالصورة اللي احنا كنا نتمناها إن شاء الله. نعم، وأكيد تحياتنا لكل أخواننا وأخواتنا أساس الموظفين في هذه الشركة والموظفات. كم عددكم تقريبا؟ 9 موظفين من مختلف الكليات بجامعة سلطان قابوس. كيف تصفين لروح الفريق الواحد كسؤال أخير؟ طبعا في تعاون بينكم، في تكاتف، في تضامن؟ أكيد ما نظهر كنا بهذا الشكل لو ما كان في تعاون من الفريق وتكاتف. نعم، شكرا لكم، شكرا لوجودكم اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. نوف بنت علي الهشامية المدير التنفيذي بشركة طلحة الطلابية، شكرا يا نوف. شكرا جزيلا. شكرا. وإذا شكرا لأختنا أميمة بنت يعقوب الحضرمية مديرة قسم الإنتاج بهذه الشركة، شكرا يا أميمة. شكرا. بارك الله جهودكم وإن شاء الله نشوف حالكم. حالنا؟ شكرا، يعطيكم العافية، ما قصرتوا. عموما شكرا لكل الجهود حقيقة المبذولة ومقدمة من جميع طلابنا وطالباتنا في مختلف مؤسسات التعليم العالي. مشاهدينا الكرام، بذلك وصلنا بكم إلى الختام والملتقى يوم غد في أمان. نعم، وشكرا أيضا لكل الأشخاص اللي يعملوا بجد وإخلاص ووفاء لخدمة هذا الوطن الغالي. ملتقانا إن شاء الله راح يتجدد غدا في حلقة جديدة من برنامج قهوة الصباح. إلى اللقاء. إلى اللقاء. الحب قالك يا وطن في دمانا، وضحيت انت الدم تجري بالعروق، قابوس من صحاك فينا وجانا، صارت امانينا تناديك معشوق، والله نحبك نعشقك بوفانا.